عندنا عبد الرحمن يقول كله تسويق عشان يطلع ترند بس التسويق حلو. شكرا اخوي عبد الرحمن جبت شيء جديد. توني ابغى اقول الله عليك يعني صدت الموضوع. انا ما كنت تسويق انا ما كنت ادري ان الموضوع تسويق حسبته لا يعني سياسي مثلا. خبير تسويق. عندنا فايز يقول رغم انها حركه متفق عليها من صاحبه الا ان تمزيق القيود عن متعه النفس يمنح السعاده. انا حسبته يسب. انا ما ادري ايش كبر طلع لا كلامه جميل ساتر تمزيق القيود. احس ماسك الكوب ويغرد حتى انا. ماسك الجوال كذا ويغرد ويحتسي تتوقع رش من كتب تغريده تمزيق القيود. هذا لو راح يرقص علشان ياخذ قهوه ايش نوع الرقصه اللي بيرقصها؟ ما ادري هل يقدر اصلا. هو بيجي بالملزم يضبط جالس. عندنا سامي يقول عشان قهوه مجانا أهز وأرقص عند الناس إلى أين نحن مدحدرون؟ لا واليوم بعد العشاء مريت عليهم يقول ما في قهوة باردة ولا كركديه خلصت شكل اللي هزوا واجد. سؤالي وش وداك يا سامي؟ بالضبط. سامي يقول راح هو منتقد الرقص. يقول راح ما لقى قهوة حارة يعني ما شفها باردة. أنا كنت أنتظر تعليق مكتوب فيه إلى أين. الله هذه دائما إلى أين وصلنا. الشغلة الثانية أنه إذا خلص القهوة معناته أنا أروح أرقص ممكن ما أحصل على قهوة. هذه مجازفة. هذه غدرة. غدرة هذه غدرة. في الظهر ذي الحسن بالله مرضى فيها. إيه والحين أنا رقصت حتى لو نستمع وبالأخير تقول القهوة خلصت. لا عشان إذا في أحد صورني طلع ترند ما هي عشان كذا تأكد من اللوكيشن ومن توفرك. أول شيء تروح اسأل كاشير في قهوة. إيوة طيب نعيد في حالات تسويق.